بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة للقاء الأهلي والمصري. اللقاء السابع للنادي الأهلي بعد ما لعب 6 مباريات، تعادل في 1 وفاز في 5 مباريات. هي دي المواجهة السابعة بالنسبة للنادي الأهلي في لقاءات الدوري الممتاز الأسبوع 11، الأهلي والمصري، ومواجهة لا تحتمل إلا أن الأهلي يفوز بإذن الله حتى يكتمل مشواره في تصدر المسابقة، لأن النادي الأهلي دائما يفضل أن ينهي الدور الأول متصدرا حتى يكون الدور الثاني بالنسبة له سهل جدا ويتربع على عرش البطولة. إن شاء الله تكون البطولة رقم 40، 39 بطولة بالنسبة للنادي الأهلي في الدور العام. خلينا نبدأ مع حضراتكم ذكريات المصري والأهلي أو الأهلي والمصري، ولقاءات دائما بتبقى في منتهى القوة. لو حضراتكم تتذكروا أن النادي الأهلي والنادي المصري لعبوا 113 مباراة، ودي المواجهة هتبقى 114 ده في الدوري العام فقط، وده أحد أهداف النجمنا اللي هيكون معانا في الاستوديو التحليلي النهارده الكابتن أسامة عربي، اللي كان بيزيد من خط الوسط إلى الهجوم حتى يساند في إحراز الأهداف، ومن الأهداف الجميلة اللي دايما كلنا بنحتفل بها. المشوار كبير ما بين المصري والنادي الأهلي والأهلي والمصري في لقاءات الدوري وفي لقاءات الكأس، ودائما وابدا ما بتكون المواجهات قويه. حتى كان في لقاء في احدى لقاءات الكاس، وكان النادي المصري متقدم بهدف مقابل لا شيء، وكان ابتدى لعيبه المصري انها تحتفل، ولكن عاد الكابتن علاء ميهوب وتمريره جميله جدا من الكابتن شريف عبد المنعم عشان يتعادل، ثم يعود مره اخرى عشان يحرز الهدف الثاني والنادي الاهلي يتوج بكاس مصر. 114 مواجهه ان شاء الله هتكتمل اليوم. النادي الاهلي يبحث عن فوز، السنه اللي فاتت فاز في الدور الاول بهدف مقابل لا شيء احرزه مروان محسن، في الدور الثاني كان النادي الاهلي بيلعب زناكو الزامبي ووقع في فخ التعادل مع المصري البورسعيدي بهدف مقابل هدف، كان احرز الهدف صالح جمعه اللي ادى رساله لكل جماهير النادي الاهلي واعترف بخطئه وبيتعهد بوجوده بشكل افضل في الفتره المقبله، كان هدف التعادل. وكان النادي الاهلي لسه راجع من رحله زامبيا وما خدش اي راحه ولعب في اليوم الاخر، كان رجع يوم حد ولعب المباراه في اليوم الاخر وما خدش غير يعني يا دوبك ساعات قليله من الراحه. ولكن في نهائي كاس مصر في الموسم الماضي كان النادي الاهلي فاز على نادي المصري بهدفين ايضا مقابل لا شيء، كان احرز الهدف الاول عمرو جمال ثم احرز احمد فتحي واحد من اجمل اهدافه في تاريخه، واهدى النادي الاهلي من واحده من اجمل البطولات. وادي لقاء الكاس اللي كنت بتكلم عليه مع حضراتكم، كان تقدم للنادي المصري احمد جمعه ثم تعادل اللاعب احمد عمرو جمال، وتقدم احمد فتحي في واحده من افضل لقاءات النادي الاهلي في الموسم الماضي، كان افضل استحواذا وفي الاخير استحق البطوله، وكانت بطوله غاليه، البطوله 36 في تاريخ بطولات النادي الاهلي مع كاس مصر. النادي الاهلي والدوري حكايه عشق، النادي الاهلي دائما وابدا يبحث عن التفوق المحلي والاقليمي من خلال بطوله الدوري العام، ويبحث عن الوصول للنجمه الرابعه، النادي الاهلي 3 نجوم، لانه 39 دوري وكل نجمه ب 10 دوري، ان شاء الله باذن الله يكملوها في هذا العام وتكتمل الانتصارات. خلينا ناخد بقى حضراتكم تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي والنادي المصري، ونشوف احصاءاتنا اليوم. النهارده محضرين لحضراتكم حاجات في منتهى القوه بتبرز مدى اهميه المواجهات ما بين النادي الاهلي والمصري البورسعيدي. الاول ناخد نتائج مباريات الجوله 10. الاتحاد السكندري كان تعادل مع طنطا في لقاء كان صعب جدا، الرجاء وادي دجله كان تعادله 3-3 في لقاء عاد في وادي دجله بعد ما كان الرجاء متقدما، مصر المقاصه تفوق على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، والاسيوطي سبور كان سقط امام المصري بهدفين مقابل هدف. النصر والإنتاج الحربي، الإنتاج تقدم بهدف مقابل لا شيء، ثم المقاولون العرب وإم بي تعادل 2-2 في مباراة كانت مثيرة، والإسماعيلي تفوق على سموحة بهدف مقابل لا شيء، وكان النادي الأهلي كسب الداخلية بهدفين مقابل لا شيء، كان أحرز وليد أزارو وسعد سمير للنادي الأهلي في واحدة من أجمل لقاءات النادي الأهلي هذا الموسم. مشوار النادي الاهلي في الدوري هذا الموسم ابتدى امام طلائع الجيش بتعادل 1-1، ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء، وده كان اول فوز
النادي الأهلي بعدها اقتنص الرجاء بأربع أهداف مقابل هدف، ثم تفوق على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، ثم تفوق على الإسماعيلي اللي كان متصدر الدوري بهدفين مقابل لا شيء، ثم تفوق على الداخلية في آخر المواجهات بهدفين أيضا مقابل لا شيء. مشوار النادي المصري كان تفوق على وادي دجله بهدف مقابل لا شيء في اول لقاءاته، ثم تفوق على بتروجيت بهدف ايضا مقابل لا شيء قبل ان يسقط امام الزمالك 2-1، ثم يسقط امام طلائع جيش باربع اهداف مقابل لا شيء. ده كان النادي المصري هو اللي كسب هذا اللقاء باربع اهداف مقابل لا شيء. المصري ومصر المقصه 3-2 للنادي المصري، ثم تعادل مع الرجاء بدون اهداف قبل أن يهزم أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم يقابل المقاولون العرب ويتفوق عليه بهدف مقابل لا شيء قبل أن يقتنص الأسيوطي ويأخذ ثلاث نقاط مهمة جدا بهدفين مقابل هدف. ده مشوار النادي المصري حتى الآن في هذه البطولة. قبل هذا اللقاء النادي المصري من 10 مباريات وصل ل 22 نقطة، فاز في 7 تعادل في 1، عنده هزيمتين، له 15 هدف وعليه 7 أهداف وفارق الأهداف 8 أهداف، ودي نتيجة إلى حد ما جيدة. النادي الأهلي لعب 6 مباريات، 5 فوز، تعادل 1 فقط، له 13 هدف عليه 3 أهداف، أفضل دفاع حتى الآن، وفارق الأهداف 10 أهداف، والنادي الأهلي ب 16 نقطة حتى الآن. وبعد فوز المقاولون على طنطا، النادي الأهلي قبل أن يدخل هذا اللقاء أصبح في المركز الخامس. تاريخ المواجهات، عدد المواجهات 135 مواجهة، ده في كل المواجهات في كل البطولات، 113 مرة في الدوري العام زي ما قلت لحضراتكم، مواجهات الكأس 22 مباراة، 76 مرة فاز النادي الأهلي، 24 مرة فقط للنادي المصري البورسعيدي، حل التعادل في 35 مرة، ثم 24 مرة تعادل إيجابي بأحرز فيه أهداف، 11 مرة تعادل سلبي بدون أهداف. عدد الأهداف حدث ولا حرج، 205 هدف للنادي الأهلي في شباك النادي المصري، و111 هدف فقط للنادي المصري. 60 مباراة النادي الأهلي قدر أن هو يحافظ على شباكه نظيفة في 60 مباراة، 27 مباراة فقط للنادي المصري اللي قدر يمنع مهاجمي النادي الأهلي في إحراز الأهداف. الهدافي التاريخيين لمواجهات الأهلي والمصري مختار التتشي 5 أهداف، وأيضا بالإضافة إلى كابتن محمود الخطيب 5 أهداف، كابتن شريف عبد المنعم 5 أهداف، وحسام حسن 5 أهداف. ده بالنسبة للنادي الأهلي. سيد الدزوي النجم الشهير وكبير هدافي، أول هدافي الدوري المصري الممتاز في 48، 10 أهداف مع مواجهات الأهلي والمصري قبل أن ينضم للنادي الأهلي، لأن سيد الدزوي انضم للنادي الأهلي بعد ما كان في النادي المصري. هداف الفريقين في الدوري الممتاز حتى الآن، المصري عنده أحمد جمعة عنده 4 أهداف، وأيضا عنده إسلام أبو سليمة عنده 4 أهداف، ولكن إحنا جايبين مقارنة ما بين الاثنين رؤوس الحربة. وليد أزارو من النادي الأهلي أحرز 3 أهداف. نروح لهدفه بطولة الدوري العام من الإنتاج الحربي، عمر السعيد جاب 7 أهداف. مصر المقصة حسين الشحات كان أحرز امبارح هدف جميل في مرمى نادي الزمالك، اقتنص به الترتيب الأول في عداد الهدافين، 8 أهداف حسين الشحات. وادي دجلة وطارة أسوف جاب 5 أهداف، من الزمالك محمد أشرف رؤى جاب 5 أهداف، ومصر المقصة جونت أنتوي جاب هدفين بالأمس وصل ل 7 أهداف، والإسماعيلي ديجو كالديرون 5 أهداف. نكمل مع حضراتكم في ترتيب الهدافين، المقاولين العرب أحمد علي جاب 5 تجوان، أحمد جمعة زي ما قلنا لحضراتكم جايب 4 تجوان مع النادي المصري، اتحاد سكندري كواكو المحترف بـ4 أهداف، إسلام أبو سليمة زي ما قلت لحضراتكم اللاعب المساك أحرز 4 أهداف، والمقاولين العرب محمد فاروق النهارده جاب هدف الفوز أمام طنطا فوصل ليه 5 أهداف، وصلاح محسن الصاعد بقوة لنادي إم بي أحرز 4 أهداف.
نروح مع حضراتكم إلى كواليس معسكر النادي الأهلي قبل الدخول طبعا إلى استاد برج العرب ملعب اللقاء. وزي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي كان عنده وجبة الغداء وكل اللعيبة انتظموا في طبعا هذا المعسكر اللي خدهم قائمة اللي خدها كابتن حسام البدري. حسام عاشور داخل أجواء هذا المعسكر ومن المنتظر أنه يشارك في لقاء اليوم. ده زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي يصنع الحدث حينما يذهب إلى أي مكان. النادي الأهلي بيكون الحدث اللي في هذا المكان وجود النادي الأهلي. عماد متعب واحد من الهدافين اللي قد يكون له دور في لقاء اليوم. أيضا عندنا صبري رحيل من اللعيبة اللي أثبتت وجودها في الفترة اللي فاتت من منذ لقاء الإسماعيلي ابتدى ياخد لقاء وراء لقاء. أيضا أيمن أشرف نفس الشيء. الشناوي الحارس الأساسي الحارس اللي أثبت وجوده الحارس اللي ابتدى يصنع الفارق لقاءات مهمة جدا منذ لقاء الإنتاج ولقاء الإسماعيلي. السولية ومؤمن زكريا اثنين من اللعيبة اللي أيضا يصنعون الفارق داخل النادي الأهلي. السولية عدل من طريقته بشكل كبير جدا وهو لعيب عنده إمكانيات كبيرة جدا. مؤمن من أذكى اللعيبة اللي موجودة في الكرة المصرية ولعيب هداف وأيضا السولية من اللعيبة الهدافين. دكتور خالد محمود اللي بيعمل دور كبير جدا وأدي حسام عاشور كنت لسه بكلم حضراتكم عليه مسمار خط وسط النادي الأهلي واحد من اللعيبة اللي نموذج لأي لاعب ناشئ أنه يبص على حسام عاشور بيعمل إيه في مشواره ويحاول أنه هو يتعلم منه. كابتن سيد معوض واحد من أفضل اللعيبة اللي لعبوا في الجبهة اليسرى وله دور مهم على فكرة في مع تعليماته للعيبة الجبهة اليسرى في النادي الأهلي وهو المدرب المساعد مع الكابتن أحمد أيوب المدرب العام وأيضا الكابتن حسام البدري. وليد أزارو كان ظاهر في الصورة. وليد ابتدى ماتش ورا ماتش تبان أهميته. وأدي باكا المحترف الجنوب أفريقي وأحمد عادل وابتدى باكا أيضا يخش أجواء الفريق من اللعيبة اللي عندهم سرعات عالية جدا. ابتدى الكابتن حسام البدري يعول عليه لعيب دولي بيشارك بصفة أساسية مع المنتخب الجنوب أفريقي وكان بيشارك مع المنتخب الأولمبي. جونيور أجايي النجم الموهوب المحترف الحريف من نيجيريا اللي دايما هقول لحضراتكم اذكره ان مثله الاعلى كانوا وهو بيدينا شويه ملامح من كانوا. طبعا النجم الكبير نجم نادي الارسنال اللي لعب في اكبر الانديه الاوروبيه نجم نوانكو كانو. وجونيور اجايي بيعشق هذا اللاعب يعني هو بالنسبه له مثله الاعلى. ولما تحدثت معاه كان بيقول لي يعني كانوا عندي في مكان وباقي اللعيبه في مكان على الرغم من وجود لعيبه كبار جدا ولكن نوانكو كانو الاقرب الى اسلوبه وهو بيكن له كل الاحترام والتقدير. محمد هاني واحد من اللعيبه الشباب اللي دايما لما النادي الاهلي بيحتاجها بيكون موجود يلعب مساك ما عندوش مشكله يلعب باك يمين ما عندوش مشكله لعيبه من اللي عندها حلول. ادي نجيب نموذج الالتزام نموذج التفاني في والتركيز داخل النادي الاهلي في اي وقت نتمنى له سرعه الشفاء. نجيب بقى له فتره غايب على النادي الاهلي بسبب الاصابه. باقي لعيبه النادي الاهلي وادي الكابتن انيس الشعلالي واحد من النجوم اللي في الجهاز الفني للنادي الاهلي والنادي الاهلي ما شاء الله بيتفوق بدنيا بشكل كبير وده يحسب للكابتن حسام البدري انه عنده اداره فنيه لكل الجوانب وكان معاه احمد الشيخ. اسلام محارب داخل قائمه الكابتن حسام البدري قد يمكن ان يكون له ادوار داخل هذا اللقاء. لقاء مواجهه المصري من الفرق اللي ما بتديش مساحات وبيبقى خط الوسط دائما ممتلئ ولكن هنشوف النهارده لما اشرح لحضراتكم في خطه والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين طريقه اداء المصري وطريقه اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي فلسفته مع الكابتن حسام البدري مختلفه جدا. ايمن اشرف واحد من اللعيبه اللي كان عليها جدل كبير على الرغم ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي بيثبت نفسه لقاء ورا لقاء يلعب مساك ما عندوش اي مشكله الباس بتاعه دايما مظبوط بيقدر يتوقع الكوره. عبد الله السعيد النجم والمايسترو واحد من افضل لعيبه الكره المصريه في الفتره والاونه مش بس الاخيره بقاله كذا سنه ما شاء الله. عبد الله من اللعيبه اللي صعب تلاقي البديل بتاعه لانه لمسته فيها رؤيه كبيره جدا للملعب. الكابتن احمد ايوب والجهاز الفني تركيز كبير للقاء اليوم. النادي الاهلي عايز يؤكد تفوقه على النادي المصري. كابتن حسام البدري انا كنت قلت لحضراتكم هذا اللقاء بالنسبه للنادي الاهلي لا يقبل الا الفوز. النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز والتعادل بالنسبه للنادي الاهلي بيبقى فقد نقطتين مهما كان المنافس. مهما كان المنافس النادي الاهلي حينما يتعادل بيبقى الموضوع بالنسبه له فقد نقطتين. ادي الكابتن سيد عبد الحفيظ وادي دكتور هاني اخصائي التغذيه اللي له دور مهم جدا 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 مع النادي الاهلي في
تنظيم الاكل في المقومات الغذائيه في كل شيء بيخص لعيبه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيعمل قياسات، القياسات دي بينضم فيها كل الجهاز الفني من الناحيه الفنيه طبعا الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب والكابتن سيد معوض والكابتن طارق سليمان مدرب الحراس، الناحيه البدنيه كابتن انيس الشعلالي ومعاه الدكتور هاني، لان كابتن انيس الشعلالي بيحط برنامج بدني عشان اللعيبه تطبقه، ودكتور هاني اخصائي التغذيه بيحاول يعوض الشغل والمجهود الكبير والطاقه اللي بتطلعها اللعيبه بنوعيه الاكل، لان ده هي التطور اللي موجود في كل الانديه الاوروبيه. وزي ما قلت لحضراتكم دائما وابدا النادي الاهلي هو من يسبق المؤسسات في الرياضه في مصر وفي افريقيا، مش بس في مصر وفي افريقيا، النادي الاهلي هو النادي الوحيد اعتقد يمكن على مستوى الشرق الاوسط وفي مصر عنده اخصائي تغذيه بيكون دارس كل وجبه في الفريق بياكلها، اللاعب بيحصل عليها قد ايه من طاقه وقد ايه من بروتينات وقد ايه من حاجات. انا مش عايز استفيد كتير في حاجات ممكن تكون صعبه للمشاهدين، ولكن ده حاجه مهمه جدا. كل انديه اوروبا، برشلونه، ريال مدريد، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، كل الانديه الكبيره اللي بتنافس على اعلى البطولات ماشيه بهذا المنهج، والحمد لله النادي الاهلي دائما وابدا بيواكب التطوير. ادي اكرم توفيق واحد من اللعيبه ايضا المهمه واللي ليها مستقبل واعد داخل النادي الاهلي. سعد بعد الهدف اللي احرزه في مرمى الداخليه ابتدى يعود مره ثانيه لسعد سمير اللي احنا عارفينه، اللاعب اللي يصنع الفارق، وقلت لحضراتكم النادي الاهلي في مكان يصنع الحدث، الكل يجري وراء النجوم. النادي الاهلي اكبر نادي على مستوى الشرق الاوسط، نادي القرن، اكبر نادي في افريقيا مش بس في مصر. احمد الشيخ اللي جمهور الاهلي منتظر منه الكثير، لاعب عنده امكانيات جيده جدا، واحد كان هداف الدوري في الموسم الماضي، الناس منتظره منه الكثير في انه يقدمه داخل النادي الاهلي، لان لعيب من اللعيبه اللي عندهم قدم يسرى جميله وبيجيد التسديد وبيجيد احراز الاهداف. دي دكتور هاني مره ثانيه اخصائي التغذيه اللي بقول دوره لحضراتكم لانه دوره مهم جدا جدا. النادي الاهلي في مشواره واجه العديد من الامور، واجه في بدايته تعادل وكان عنده دوري ابطال افريقيا مركز فيها بشكل كبير، وابتدت تبان ملامح ان النادي الاهلي ما شاء الله عنده قائمه بتدي للكابتن حسام البدري حلول انه يلعب باريحيه، عنده بديل لكل لاعب. النادي الاهلي بيواجه ظروف اصابات وظروف غيابات، ودائما كان كابتن احمد ايوب والكابتن حسام البدري والكابتن سيد معوض وايضا كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم ان النادي الاهلي دايما عنده مشاكل زي اي لعيب زي اي انديه العالم، بيبقى عندك مشكله ايقاف، مشكله اصابه، وبتبقى متكرره، لان كان في تلاحم ماتشات كبير جدا. الموسم اللي فات كان موسم صعب للغايه، ما كانش يعني ما كانش عايز ينتهي، عندك دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا وبطوله عربيه، وكملت في دوري ابطال افريقيا ثم تلحمت مع الدوري الممتاز، فالامر كان في غايه الصعوبه بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن الكابتن حسام البدري والصفقات اللي عملها يعني ابرمها مجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا لازم نوجه له الشكر والتقدير في هذا، انه وفر للكابتن حسام البدري الحلول، لانك لما تكون عندك مشكله دلوقتي الناس كلها كانت بتتكلم على النادي الاهلي عنده مشكله في الدفاع، وما شاء الله شفنا تواجد ايمن اشرف حل لك هذه المشكله، اتكلم على مشكله اصابه علي معلول واحد من افضل الظهراء يعني ظهير ايسر في افريقيا داخل افريقيا الان، عندك ما شاء الله حسين السيد وعندك صابر الرحيل، نفس الشيء في الجبهه اليمنى عندك احمد فتحي وعندك محمد هاني، كل هذه الامور بتصب في مصلحه الكابتن حسام البدري. خلينا نروح للتشكيل المتوقع للنادي الاهلي اللي ممكن يفكر فيه كابتن حسام البدري لفك طلاسم الدفاعات للنادي المصري. مع حضراتكم حمد الشناوي في حراسه المرمى، سعد سمير وايمن اشرف اثنين مساكين قلبي دفاع، ايمن اشرف من اللعيبه اللي بتجيد التمرير وهيبقى له دور كبير قوي في بدايه الهجمه، صابر رحيل كظهير ايسر، واحمد فتحي والاثنين دول هما اللي هيضربوا دفاعات النادي المصري، ان طريقه الكابتن حسام البدري دايما بتعتمد على ضرب الديفنس من تقدم ظهيري الاجناب سواء احمد فتحي كظهير ايمن وصابر رحيل، وشفنا فاينل كاس مصر اللي خلصه كان احمد فتحي وتقدمه.
حسام عاشور جاهز ويقود خط وسط النادي الاهلي، وهو اللي هيحمي الاربعه مدافعين اللي خلفه، ودايما بيغطي عليهم وبيبقى له دور مهم جدا في افساد الهجمات، وايضا الباسنج سكيلز عنده عاليه جدا ما شاء الله، بيجيد التمرير للسهل لاقرب اللعيبه اللي جنبه. نفس الشيء بالنسبه لعمرو السوليه اللي تحدثت عليه كثيرا، وهكمل عمرو السوليه من اللعيبه اللي عنده معدل جري مهم جدا، بيزيد مع عبد الله السعيد في الناحيه الهجوميه في حال تواجد الكره مع النادي الاهلي، عشان هيبقى مؤمن زكريا وجونيور وباكا الجنوب افريقي الاثنين فاتحين دفاعات النادي المصري على الاجناب، فمحتاج زياده عمرو السوليه زي ما شفنا مع حضراتكم في لقاء النادي الاسماعيلي واحرز هدف كان مهم جدا. وليد ازارو في الامام، عبد الله السعيد ممول رئيسي للنادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي عندهم رؤيه، وهيقدر يدي المؤمن زكريا وباكا. باكا هيبقى له دور مهم جدا هو وليد ازارو، لان النادي المصري الظهير الايسر عنده مشاكل دفاعيه في التغطيه من الجبهه اليسرى، ودي هيركز عليها كابتن حسام البدري وان شاء الله يحرز منها اهداف. نروح للتشكيل المتوقع للنادي المصري البورسعيدي. حراسة المرمى احمد بوسكا، اسلام صلاح، اسلام ابو سليمه، كريم العراقي ومصطفى علي، عمرو دسوقي وفريد شوقي في خط الوسط، احمد عبد الله، شيخ مكورو واحمد شكري واحمد جمعه، قد يكون هناك احمد عيد عبد الملك، قد يكون هناك علاء علي، قد يكون هناك مكان كريم العراقي مصطفى مارسيلو، كل هذه الامور في اذهان كابتن حسام حسن. على فكره اسلام ابو سليمه من اللعيبه اللي احرزت اربع اهداف في النادي المصري، اكثر فرقه حصلت على ضربات جزاء حوالي 7 ضربات جزاء، اكثر فرقه سجلت من ضربات ثابته سواء ضربات ركنيه او من فاولات او من ضربات جزاء هو النادي المصري، وده حاجه مهمه جدا لازم كابتن حسام البدري ولاعيبه النادي الاهلي والمدافعين والمهاجمين، لان المهاجمين دلوقتي بقى لهم ادوار في الضربات الثابته من الناحيه الدفاعيه في مراقبه مهاجمي النادي المصري، لان اغلب اهدافهم لو قلنا اهداف النادي المصري ممكن اقول لكم 12 هدف من اهداف النادي المصري كلها من ضربات ثابته، سواء لا ضربات جزاء يا اما ضربات ركنيه او فاولات، ودي اهم حاجه بيركز عليها الكابتن حسام حسن في طريقه لعبه مع النادي المصري اللي بينظم دفاعاته وبيعتمد على المرتد السريع، وعنده من اللعيبه اللي عندها حلول ولاعيبه كره تقدر تخطف له حاجه في الامام. وطبعا احمد جمعه واحد من اللعيبه الهدافين اللي عنده سرعات وايضا بيجيد التسديد من مسافات، ولازم يكون عليه رقابه دفاعيه لصيقه من دفاعات النادي الاهلي، اللي طبعا طريقه لعب النادي الاهلي لا تختلف مهما كان المنافس. النادي الاهلي بيلعب كوره، بيلعب على الاستحواذ، بيلعب دائما وابدا على الهجوم من اجل الفوز. ده التشكيل المتوقع لكلا الفريقين النادي الاهلي والنادي المصري. واذهب الى زميلي امير هشام من يدينا بقى كل كواليس النادي الاهلي من فندق الاقامه. امير، ماذا لديك؟ محمد، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أكيد طبعا استعدادات مستمرة من النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة جدا أمام فريق المصري، وهي مباراة أكيد غاية في الأهمية بالنسبة للفريقين، لكن بالتحديد بالنسبة للنادي الأهلي اللي بيسعى إن شاء الله إن هو يعتلي قمة بطولة الدوري من جديد، خصوصا في ظل تركيز اللاعبين على الفوز في المباريات المؤجلة بالنسبة للفريق إن شاء الله، عشان في حالة لو قدر الفريق إنه يفوز في المباريات المؤجلة يقدر يعتلي صدارة بطولة الدوري، وده الهدف الأساسي بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. طبعا احنا متواجدين الآن في فندق الإقامة الخاص بلاعبي النادي الأهلي والقريب جدا من ملعب طبعا استاد الجيش ببرج العرب، وهو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراة. استعدادات النادي الأهلي أكيد الاستعدادات الطبيعية الخاصة بأي مباراة هامة، وبالتحديد أو لا سيما وهي مباراة الأهلي والمصري النهاردة. خليني أقول لك يا محمد، بالتحديد بعد 15 دقيقة من الآن هتبتدي المحاضرة الأخيرة من كابتن حسام البدري للاعبين، واللي هيتكلم فيها بشكل نهائي عن هذه المباراة، واللي هيحدد فيها أيضا وهيعلن فيها التشكيل اللي هيبتدي بمباراة المصري اليوم، وهي طبعا أكيد هيكون في تشكيل يعني مركز من خلاله كابتن حسام البدري على الفوز في هذه المباراة وحصد 3 نقاط. لكن خليني سريعا نتكلم على التشكيله المتوقعه يا محمد للكابتن حسام البدري للنادي الاهلي النهارده. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع كل من صبري رحيل، سعد سمير، ايمن اشرف، وناحيه اليمين هيكون احمد فتحي، في نص الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، امامهم الثلاثي عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، جونيور اجاي، والمهاجم هيكون وليد ازور. بالنسبه لجونيور اجاي لسه الكابتن حسام البدري ما استقرش هل هيبتدي بجونيور اجاي ولا هيبتدي بباكاماني، طبعا لاعب النادي الاهلي الجنوب افريقي اللي
أدى بشكل جيد جدا خلال المباراتين السابقتين، سواء طبعا لبعض الدقائق اللي لعبها في مباراة الإسماعيلي أو مباراة الداخلية اللي ابتداها طبعا في التشكيل الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي. لكن بالتحديد عايز أتكلم على اثنين لعيبة يا محمد من لاعبي النادي الأهلي، وهم محمد نجيب وحسام عاشور والعائدين من الإصابة. محمد نجيب كان عنده آلام في الحوض ويمكن خلاص هو جاهز إن هو يكون متاح للفريق في هذه المباراة، لكن أكيد كابتن حسام البدري مش هيجازف ويخليه يبتدي هذه المباراة، خصوصا في ظل المستوى الجيد جدا اللي بيأديه أيمن أشرف بجوار سعد سمير. لكن الحالة البدنية الحالة الطبية بالنسبة لمحمد نجيب هو جاهز لخوض المباريات مع النادي الأهلي بشكل طبيعي جدا. أيضا حسام عاشور يمكن كان عانى من إصابة في المباراة الأخيرة، لكن هو أيضا جاهز لبدء هذه المباراة، وده طبعا طبقا للرؤية الفنية للكابتن حسام البدري. وهل هيبتدي بحسام عاشور النهاردة ولا لا، خصوصا في ظل تواجد أكرم توفيق في القائمة المكونة من 22 لاعب اللي اصطحبهم كابتن حسام البدري للإسكندرية؟ لكن يظل الأقرب هو حسام عاشور لبدء هذه المباراة الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي أمام فريق المصري، واللي بيحتل طبعا فريق المصري في هذه الفترة المركز الثاني بخلف فريق الإسماعيلي بفارق نقطة واحدة. ومن 10 مباريات في المقابل النادي الأهلي لعب 6 مباريات فقط وقدر أنه يتعادل مباراة واحدة ويفوز في بقية المباريات، وبالتالي النادي الأهلي لو فاز النهاردة هتبقى خطوة مهمة جدا جدا، هيعتلي من خلالها المركز الثالث في بطولة الدوري كخطوة مبدئية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي نحو الوصول للقمة في بطولة الدوري كالمعتاد، وده طبعا أحد أهداف لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني وأكيد طبعا كل جمهور النادي الأهلي. يا محمد لو في أي استفسار أنا معاك، اتفضل. شكرا زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي من معسكر الإقامة. عندنا لسه أخبار كتير جدا وعندنا كلام مهم، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حديث.